حضرتك بتحب المسرح لدرجة إنك بتخرج كتير عن النص، جربت هايل، وده بيتسبب إن حضرتك بتنزلق في صراعات كتيرة. ده تعبير مبتكر من حضرتك، الخروج عن النص. هو لا نص إلا كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال المنقولة عن السادة العلماء والفقهاء، وأنا لا أخرج عن هذا النص أبدا، وإلا صرت معوجا وناقصا ولم تطأ قدمي أرض كلية أو تعد يعني أفكاري لسان الدكتوراه، وإنما أنا أعبر عن خلاصة ما درست. بتعبري في 3 دقايق لأمة محتاجة 30 سنة عشان تفهمي اللي أنت بتقوليه. هو ده الإشكالية اللي إحنا طب بتخرج عن الضوابط مثلاً؟ لا ولا ضوابط. فبيساء فهمك؟ لا لا، إساءة الفهم. حضرتك تعرضت حتى لقضايا يعني؟ لا ماشي. لا لا معلش، ده مش خروج عن النص ولا خروج عن الضوابط. لا لا لا، هاخد فيها ثانية واحدة بس. ثانية، أكتر من ثانية مش هسمح يعني. هي أنا كنت بتكلم على قضية اسمها الإتباع. في زمنك حد يسمع عن الإتباع النهاردة؟ الإتباع ذكروا ابن الأسير في الكامل، ذكروا ابن جني في الخصائص، ذكره العلماء القدامى. في ظاهرة في اللغة اسمها الإتباع. هي إيه الإتباع؟ إنك تجيب كلمة ولا تقصد معناها، تقف عليها. الناس اللي بيشوفوني خدوها جد، يرجعوا للكتب الأول وحكمون، يرجعوا للكتب للمصادر. مثال وحاجبه من العامية، واحدة قالت لجوزها أنا ريحة النهاردة المام، رجع جوزها بدري لقاها قاعدة، قال لها يعني ما روحتيش لماما؟ بترد عليه تقول له إيه؟ أنا لا رحت ولا جيت. الكلام ينتهي عند إيه؟ ما روحتش. جت منين؟ ما هي قاعدة في البيت وبيتة فيه. ولا جيت دي مش مقصودة. ومنها حيصة بيصة، ومنها حاجات ومحتاجات. كلمة محتاجات دي تقفي عليها ولا تقصدين معناها. أجي كل القضية خاصة بموضوع علمي اسمه الإتباع. ما تفهمش، بس حول على طول. ما تفهمش وزعل وعمل. معلش بقى، الله يسامح الناس، والناس كلها محترمة عندي على فكرة، الناس كلها. أنا أؤمن لا تواضع ولا لا تواضع، أؤمن ومقتنع بأني أقل خلق الله. بس والله، فاللي زعلان حقه عليا.